بونجور. اليوم رح نعطي بعض النصائح الطبية للأهل يلي عندهم مولود جديد حديث الولادة. أول شغلة رح يسألوها الأهل شو هو أفضل حليب نعطيه لطفلنا، والجواب هو حليب الأم. الرضاعة الطبيعية هي الأفضل، ولكن إذا كان لابد من الحليب المعلب بهالحالة ضروري تحكوا حكيم الأطفال، لأنه رح يسألكن إذا كان في عندكن شخص بالعائلة بيعاني من حساسية مهمة، خاصة حساسية على حليب البقر. وبهالحالة رح نوصف لكم حليب معلب خاص عنده تركيبة خاصة نحن منسميه HA Hypoallergic Formula. سؤال كتير مهم بيطرحوه الأهل، قديش لازم نلبس الطفل؟ والجواب قد ما أنتو عم تلبسوا. الطفل مزبوط أنه صغير الحجم، بس ما بيسقع أكتر منكن. ما لازم تلبسوا زيادة، لأنه إذا شوب زيادة من ناحية هالشي رح يزعجه، ومن ناحية تانية ممكن يأذيه ويزيد خطر بإصابته بشيء اسمه SIDS، الموت المفاجئ عند الأطفال، الرضع. وحرارة الغرفة الأفضل أنه تتراوح بين 18 و 21 درجة مش أكتر. نقطة كتير مهمة وبالنسبة لي هي الأهم لليوم، كيف لازم ننيم الطفل؟ للأسف نسبة كبيرة من الأهل عم بينيموا طفلهم على الجنب، ولكن الطريقة الصحيحة هي أنه ننيم الطفل على ظهره. الإرشادات العالمية بتشدد أنه ممنوع ينام الطفل على بطنه، وممنوع ننيمه على جنبه، إنما فقط على ظهره مسطح وراسه بيتحرك يمين أو شمال، حتى نحمي كمان من شيء اسمه الموت المفاجئ عند الأطفال الرضع. البعض من الأهل بيقلقوا من موضوع البق وبيسألونا، دكتور معقولي طفلي هالقد عم بيبق وغير أطفال ما عم بيبقوا؟ بدي طمنهم، البق طبيعي عند الأطفال على شرط أنه يزيد وزنه مثل ما لازم. ما لازم دغري نلتجئ للأدوية بموضوع البق. إذا كان فعلاً عم يبق كتير فينا نعليله رقبته، بس على شرط أنه المخدة ما تنحط مباشرة تحت الرقبة، إنما تحت الفرشة حتى تضل رقبته جالسة مع جسمه. كتير من الأوقات بيتصلوا فينا الأهل، دكتور نسينا نعطي الفيتامين دي، هل هالشي ممكن يأذيه؟ لا، مش رح ينأذى طفلكن إذا نسيتوا تعطوا فيتامين دي شي نهار، بس ما لازم تستهتروا بالموضوع. ضروري تلتزموا بالفيتامين دي مثل ما نوصف لكم إيه طبيب الأطفال، إجمالاً 400 يونت بالنهار بالحالات الطبيعية. الفيتامين دي ضروري وأساسي لحماية طفلكن من أمراض العظم ومن ضعف العظم، وللأسف ما فينا نحط الطفل بشكل كافي وغير مؤذي تحت الشمس لنأمن كمية كافية من الفيتامين دي. بما يخص العناية بالسرة، تقدم الطب وصارت العناية بالسرة أبسط ما يكون، لأنه بيكفي نحافظ عليها ناشفة ونظيفة، وهي لحالة رح توقع بعد 10 ل 14 يوم. حتى تنطفوها بيكفي تستعملوا الكول 70%، بتحطوه على شاشة معقمة وبتنطفوا السرة بعد الحمام. انتبهوا تسكروا الحفاظ تحت السرة حتى نحافظ عليها نظيفة بالهواء وما نخلي محتويات الحفاظ يدقوا فيها. الأهل رح يسألوا طبعاً أيمتى لازم نزور طبيب الأطفال؟ الجواب هو بعد أسبوع. ضروري نشوف طفلكن بعد ما يخلق بأسبوع تنفحصه سريرياً ونتأكد أنه كل شيء طبيعي، أنه منه بحاجة لفحوصات مبكرة، ونتأكد أنه وزنه عم بيزيد مثل ما لازم. وطبعاً إذا ما كان أخذ اللقاح الأول بالمستشفى يلي هو لقاح الهيباتيتس بي، ضروري نعطيه بأقرب وقت ممكن. أما باقي اللقاحات رح نباشر فيها ابتداء من عمر الشهرين. أيمتى لازم نتصل بالحكيم بشكل طارئ؟ طبعا إذا طفلكن عم بيعيني من شيء أول مرة بتشوفوه هو بحالة حرجة، ما لازم تتأخروا وتحكوا الطبيب. من بين هالحالات إذا كان في ازرقاء باللون، اصفرار باللون، خفة بالحركة، حركة منا طبيعية، خفيف أكله، خفيف بوله، أو تعرض لحادث معين، بهالحالات ضروري تتواصلوا معنا بشكل طارئ. هيدول هن نصايحنا لليوم، بتمنى أكون جاوبت على العديد من الأسئلة، وإن شاء الله بغير فيديوز رح نفوت بتفاصيل ونعطي معلومات أكثر. انتبهوا على حالكم.